بسم الله الرحمن الرحيم. يوم عاشوراء هو اليوم الذي أنجى الله فيه موسى عليه السلام وقومه، وأغرق فرعون وجنوده، وقد صامه الرسول صلى الله عليه وسلم حبا ومؤاخاة لموسى وشكرا لله تعالى على فرجه ونصره. وجاء في حديثه الشريف: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، كما يستحب صيام يوم التاسع معه مخالفة لليهود والنصارى. ينكر في هذا اليوم ما يفعله بعض أهل البدع من اتخاذه مأتما ونياحة وتعذيب أنفسهم باللطمية والتطبير لأجل مقتل الحسين بن علي، فحزننا لمقتل الحسين رضي الله عنه يكون بالصبر على المصيبة والاحتساب والرضا بقضاء الله لا بمثل هذه الأفعال. عاشوراء يبعث الأمل والتفاؤل في النفوس ويرفع المعنويات بقرب النصر وتفريج الكروب، وأن الله ينجي أولياءه وعباده المؤمنين ويهلك الظالمين ولو بعد حين، كما أنجى موسى عليه السلام وأغرق فرعون.